سامجلو ممتازة خطيرة خطيرة لعب سامجلو كيحاول يقوم بتمرير ممتازة كرة داخل منطقة العمليات والحكم يقول ضربة جزاء والحكم يقول ضربة جزاء سنتابع إذن بوشعيب الحرش حكم دولي كنعرفوا القوة والقيمة ديال الحكم بوشعيب الحرش عاين اللقطة الماضية وبان له على أنه كان هنالك اندفاع ربما الإعادة اللي غادي تجي من طرف الزميل سمير الرجداني المخرج هذه المقابلة غنتابعونا هنا بالعرض البطيء نتابعوا كانت محاولة من جانب مراد باطنة اللي دخل داخل منطقة العملية باش ينصب الخضر بهذه الطريقة هذه والحكم اقتنع على أنه هنالك ضربة جزاء كيف كان عينه الآن هنا المحاولة وفي آخر المطاف كيجي الحكم بوشعيب الحرش كيعلن على ضربة جزاء إذن هل سيكون أول أهداف الدوري الوطني المغربي هذا الموسم عن طريق ضربة جزاء الواقع هو أن هنالك لاعب اسمه مراد باطنة أمام أو خلف الكرة يتهيأ مراد باطنة أمام أنس الزنيتي استقطب حديثا من فريق الجيش الملكي هل ستستقبل شباكه أول أهداف لا ندري على عين مجموعة من الأسئلة الآن وشعيب الحرش كيحاول يطبق ضربة الجزاء كامل القوانين وبالتالي كيطلب من اللاعبين الرجوع للخلف تحضير الآن كيعطي الإذن محاولة هدف هدف أول لصالح فريق الفتح الرياضي الرباطي وأخيرا المقابلة تخرج من عقم أهدافها ويأتي الهدف الأول في حدود الدقيقة 54 الموقع مراد باطنة.